عليكم خوش، مرحبا بكم في فلوق جديد. احنا مباشر من الموسم ديال بني خلف، جينا ننقلوا لكم الاجواء كما كتشوفوا. ها هو الحصان في هذا الاصيل. احنا غادي ننقلوا لكم دابا الاجواء. هانتوما الخوت، ها انتم الخوت الخيول دابا ناصبه كتسنى في النوبه ديالها باش يطلعوا ان شاء الله. كما كتشوفوا هايلا هنايا كيشدوا النوبه ديالهم، هذا باش كيطلعوا في المحرك. Let's go.
Basta. هذه خمسات